لكن بالنسبة لتصريحات إيران الرسمية، أو أيضا هناك قائد القوات البرية في الجيش الإيراني تحدث بأنهم سيدمرون تل أبيب وحيفا في حال حدوث أي خطأ من الطرف الإسرائيلي، كيف تقرأ هذا التصريح؟ لا قيمة لهذا التصريح إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هنالك تصريحات مقاربة قد حصلت ما بعد مقتل قاسم سليماني، وبالتحديد يعني نحن نتحدث اليوم عن مشروع إيران ما قبل قاسم سليماني وما بعد قاسم سليماني. هنالك متغير كبير قد حصل على الساحة الإيرانية حتى مع أذرعها الخارجية، هنالك ضعف كبير، هنالك عقوبات بشكل مستمر، هنالك مجموعة من حزم العقوبات التي تفرض على إيران بشكل يومي نتيجة لسلوكياتها المدمرة والتي أدت بالنتيجة إلى استهداف خطوط الطاقة وخطوط الملاحة الجوية، كذلك أيضا تحريك أذرعها في الحريق الإقليمي الذي يجري، كذلك أيضا دعم الجماعات الموصوفة إرهابيا المتواجدة في الشرق الأوسط، وكذلك أيضا هنالك تداعيات كبيرة على الملفات وخاصة ملف الطاقة عندما تحدث عن المملكة العربية السعودية، استهداف بشكل مستمر لشركة أرامكو، وهناك العديد من يعني القطع النفطية التي تتحرك في داخل الخليج العربي وصولا إلى بحر العرب، كذلك أيضا إلى البحر الأحمر. بمعنى آخر أن الرسائل اليوم قد تختلف، وأن يعني الاستراتيجية الدولية تجاه ضرب إيران تغيرت كثيرا، وأنها اليوم باتت ليست تهديدات وإنما هنالك عمليات عسكرية ربما قد نشهدها في الأيام القريبة العاجلة. والتهديدات الإسرائيلية ليست وحيدة وإنما هنالك تهديدات دولية، يعني هنا اليوم إيران تهدد الملاحة البحرية، تهدد الملاحة الجوية، تهدد أيضا في كل مناحي الحياة، وكذلك أيضا جوانب اقتصادية تقوم يعني خروقات كبيرة في عملية تصدير النفط، كذلك أيضا هنالك عقوبات ضمن آلية سناب باك، يعني من المحتمل أنها خلال الأشهر القادمة قد تبدأ يعني إعادة فرض تلك العقوبات نتيجة لعدم امتثال طهران إلى هذه يعني إلى يعني الاتفاقيات التي قد أبرمت ما قبل يعني قبل الشهر السابق. طيب. وأن إيران ليس بمقدورها الالتزام بأي من تعهداتها، لذلك ستلجأ الولايات المتحدة وكذلك دول الحلفاء الأخرى للضغط، يعني توجيه المزيد من العقوبات والضغط، تستخدم معها سياسة الضغط القصوى من أجل تحقيق أعلى مكاسب وإنهاء.